السيد والي بتحكي على المساله الاولى هي مساله بلديه من بدون نيابه خصوصيه. في الاجتماع الاخير اللي اشرت عليه انت فما شكون حكى من نيابه خصوصيه اللي السيد الوالي تعهد باش يقع ابعاد الاداريين ثلاثه، وتو انت قلت معناها هذه معناها مش من صلاحيه تاع الوالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نحن مطالبين باش نسمعوا الناس الكل، كما قلت لكم ذكرت ان عملت جلسه اولى فيها مختلفة الحضور نتاعها معنا متنوع، فيها النيابة الخصوصية وممكن جل أعضائها، وفيها من المجتمع المدني، فيها من الأحزاب من اليمين اليسار، واستمعت لهم وكان الرأي معنا الغالب التوجه معنا نتاع الجلسة أنه مطالبة بتجميد وضعية بعض الإداريين في الإدارة في بلدية بيدون، طلبوا حتى إجراء فوري. كنت قلت لهم هذا مش من صلاحياتي، مش ناخذ اجراء لا فوري ولا اجل معناها في خصوص معناها ناس مترسبه واداريين معناها تاع دائره البلديه، ثم جهه مسؤوله هي الوزاره، وبالتالي انا صحيح انا مش معاكم انه هذا مطلب نتاعكم، انتم بلغوا بماذا كل ما جاء فيه. معناها سيد ولي اذا تبين الثلاثي هذا معناها يعرق الاداريين العمل البلدي، علاش؟ اي هذا الاتجاه العام تاع الجلسه الاولى انه ثم عرق من طرف عناصر اداريه من البلديه. انا حبيت اعمل جلسه ثانيه مع النيابه فقط باعتبارها الطرف المباشر واللي عنده احتكاك مباشر بالاداره وطرف مسؤول، معناها ما نقولش معناها المجتمع المدني مش مسؤول، لكن كطرف مسؤول بصفه مباشره معناها مع الاداره. هو النيابة الخصوصية، واجتمعت بهم في إطار أنه حبيت نزيد نعرف رأيهم، وحبيت نشوف باعتبار محاسبة نتاع إداريين في الأصل تم على أساس معناها جملة من نقاط الخلافات أنه إداري ما امتثلش قرارات معناها النيابة الخصوصية، نقولوا احنا قرار النيابة الخصوصية مقرراتها عبر الجلسات نتاعها أو توصياتها هي في الأصل سلطة على الإدارة، عندها سلطة على الإدارة ومفروض معناها كل قرارات البلدية تنفذها الإدارة. إذا كان ثم بجد حاجات ما نفذتهاش الإدارة فبالتالي مطلوب ثم ممكن إجراء تحقيق على مستوى الإدارة العامة الداخلية وغيرها لمرجع نظر. فقلت أنا طلبت من النيابة الخصوصية عندكم شيء، عندكم أكيد نيابة خصوصية جلسة عدة جلسات، ثم محاضر جلسات، ثم توصيات، ثم قرارات، أعطيونا ما يثبت إخلالات قاموا بهم الإداريين هذوما اللي باش تم تلقى عليهم أنا ربما محاسبة أو لجنة معناها. هم تقولوا غياب تواصل ما بين الإداريين هذوما. يقول لك بون احنا تراتي مش عذر، هذا مش التشكيات أو ما وقع طرحه أنا نعتبره كأنه وصف عام، ما تماش أدلة إبراهيم معناها مادية معناها واضحة، واحد اثنين ثلاثة هذوما. احنا مثلا قررنا في النيابه الخصوصيه المشروع الفلاني مش نطلقوا فيه، الاداره امتنعت ولا ما باتش تمشي ولا ما صححش المسؤول المالي ولا الاداري ما عطاش القرار نتاع التنفيذ. هذا ما حبيت حاجات من نوع هذا، هذه ما لقيتهاش في الحقيقه. لقيت ممكن جمله من الوصف حتى في الجلسه المحضر اللي كتبوه وصف انه الاداره متقاعسه ولا مش متحمسه ولا كذا، هذا كله كلام ما يفيدش للتحقيق، ما يأديش للتحقيق. ولا على كل معناها الجلسه هذه الثانيه مع النيابه الخصوصيه بالنسبه لي وضحت صوره موقف النيابه الخصوصيه كنيابه خصوصيه كطرف زاد مسؤول، باش كي نعطيه حتى المراسل وزاره الداخليه تكون على الاقل المعطيات متوفره كامله على المشكله هذه الاشكال اللي حصل. في الاثناء نهار اثنين الصباح كنت نبعث مراسله ثانيه معناها في الاطار هذا من خلال الجلسه الاخيره مع النيابه الخصوصيه، وجاتني زاد عرائض اخرى او رسالة من النقابة الأساسية نتاع العمل نتاع البلدية نتاع ميدون، وجاءت عريضة أخرى من طرف عمل موظفين من النيابة مساند الإداريين معناها لقينا احنا تضارب تو، ثم ناس مع اللي هما يمثلوا الإداريين العمل أنه ما يقعش مس الأشخاص هذوما الإداريين ما كانش ثم تصعيد، ونلقى زاد من جهة أخرى المجتمع المدني يقول لك انا اذا كان ما يقعش اجراء فوري وما تجاوبنيش الوزاره حالا في الناس هذوما تجمدن وضعيتهم وتبدلهم انا ماشي للتصعيد كذلك. فلقينا راحه بصراحه معناها وكي رفعنا المساله للاداره العامه للجماعات المحليه بصفه ادق، معناها الموقف يقول لك نفس الموقف اللي توقعناه احنا انه اذا مش تحقق ولا مش يهبط شخص ولا لجنه مش تنظر في المسألة على أساس جملة من النقاط على الأقل مختلف عليها اللي هي بالنسبة للوقت الحاضر ما هيش واضحة،
ربما ثم تجاذبات وجات طابع سياسي نوعا ما أكثر مني معناها بقاء. مش هذا مش ندينه شخص ولا نبر مصلحة شخص، وربما الكلام اللي تقال فيه جانب الصحة فيه جانب من الخطأ، والخطأ والصحة نسبي ديما في سواء الطرف الإداري ولا الطرف المجتمع المدني ولا نيابة الخصوصية. الحاصل أنه ما وقعش نقوله تجاوب في الأخير، وهذا اللي خرجت به أنا مع الجلسة بتاع نيابة الخصوصية، حتى ما وقعش تجاوب بينكم وبين الإدارة، هذا خلاص القول. أما أنه الادعاء أي اتهام أو أي ادعاء أنه فلان عنده تجاوزات ولا قلوا فساد مالي ولا كذا، هذا ما يمكنش التصريح به لأنه إذا كان ما تملكش ملف ما تملكش حاجة في المسألة هذه ما يلزمناش زمن شهره بسمعة الأشخاص وبأعراضهم، وبالتالي أنا نتحفظ على المسألة هذه ما نقول حتى شيء. نقول ما وقعش تجاوب بين المجتمع المدني وبين النيابة وبين الإدارة من ناحية ثانية. قينا روحنا في موقف حتى الموقع القرار معناها أنه اللي اتخذوه في ظل هذا حب يساعد وهذا حب يساعد، قلنا أشرنا رئيس النيابة الخصوصية أنه يحكي مع الإداريين في إطار يأخذوا راحة وقتيا حتى نهديوا الخواطر الساعة شوية ونزيد ربما نحكيوا مع هذا وهذا ونشوفوا في النجم ونسلوب حل على الأقل يرضي الأطراف الكل، يكون حل على الأقل قريب من أقل أقرب للصحة والبعيد عن الخطأ إن شاء الله.